السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حامد البيومي. برحب بكم يا أولاد أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي في آخر حلقة من حلقات المنهج، وجايبينها لكم في شكل هدية. حلقة مين؟ الجهاز الحركي في الإنسان. حصل عليه السنة دي تعديل وجزء منه اتحذف، ناس كتير تعرف وناس كتير كمان برضو ما تعرفش. الحلقة دي فيها المقرر، وما تنساش في رابط فيديو موجود من العام الماضي للجهاز الحركي بالكامل. لمين؟ الطلبة اللي ما عندهمش إلغاء أو حذوفات زي الأزاريين مثلا. ولكن إحنا معانا الحلقة الجديدة دي حلقة وجها لوجه مع مستر حامد. لمين؟ للجهاز الحركي لمقرر 2019 النسخة الجديدة. حبينا إن إحنا نوضحها زي ما وضحنا قبل كده التفصيل الجديد لغاز النيتروجين. في البداية يا أولاد، الجهاز الحركي يبقى لازم نعرف معنى الحركة. الإنسان بياكل ويشرب ويتحرك من مكان لمكان. طب إيه مفهوم الحركة؟ الحركة هي قدرة الكائن الحي على تغيير مكانه في الوسط الذي يعيش فيه، سعيا لنفع أو بعدا عن ضرر. ده مفهوم الحركة. طب عشان الحركة تتم في الإنسان كم جهاز بيشترك؟ تتم الحركة بمشاركة 3 أجهزة. مين هما؟ الجهاز الهيكلي، العظم والكسوة بتاعته، الجهاز العضلي، والعقل المدبر، الجهاز العصبي. 3 أجهزة لمشاركة الحركة: هيكلي وعضلي وعصبي. طب يا ترى مكونات الجهاز الحركي؟ ينقسم الجهاز الحركي إلى جزئين: الجهاز الهيكلي والجهاز العضلي. الجهاز العضلي هو اللي ملغي علينا السنة دي، الجهاز الهيكلي مقرر علينا. طب الهيكلي مكونات ايه؟ جزئين: هيكل محوري وهيكل طرفي. محوري يعني طول محور الانسان. 3 حاجات ايه هما؟ الجمجمة، وكمان القفص الصدري، وكمان العمود الفقري. جمجمة وقفص صدري وعمود فقري. تعالوا ناخد عضو عضو ونتكلم عليه، وبعد كده نخش في الهيكل الطرفي. اول جزء فيه الهيكل المحوري الجمجمة. ما هي الجمجمة؟ هي علبة عظمية بها تجاويف للعيون والأنف والأذن والفم. طب وظيفة الجمجمة؟ الجمجمة بداخلها عضو مهم جدا، ايه هو؟ المخ. تعمل على حماية المخ من الصدمات، دي وظيفة الجمجمة. العضو الثاني العمود الفقري، عبارة عن ايه؟ هو سلسلة عظمية تتكون من 33 فقرة عظمية. طب بتوجد فين؟ في الجهة الظهرية للإنسان. طب بين كل فقرة وفقرة ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه؟ غضاريف. ما هي الغضاريف؟ الغضاريف دي وظيفتها مهمة جدا، تعمل ايه؟ تمنع احتكاك الفقرات ببعضها عند الحركة فلا تتآكل. وبيجي سؤال علل، طب العمود الفقري فايدته ايه؟ جواه عنصر مهم بيحميه، مين هو؟ الحبل الشوكي. يبقى الوظيفة الاولى يحمي الحبل الشوكي. طب الوظيفة الثانية؟ لولا العمود الفقري ما كانش جسمنا قدر ينحني في جميع الاتجاهات، يسمح بانحناء الجسم في جميع الاتجاهات. ده العنصر الثاني. طب العنصر الثاني القفص الصدري، واللي ممتد من الجهة الأمامية وكمان من الجهة الخلفية. طب عبارة عن ايه؟ عبارة عن أزواج من الضلوع. طب عددها 12 زوج من الضلوع، تتصل من الخلف بالعمود الفقري. طب وتتصل من الأمام بعظمة القص. طب كلهم متصلين؟ لا، العشرة أزواج الأولى متصلة بعظمة القص. طب والزوجان اللي من تحت؟ وزوجان عائمان سائبان من الأمام. طب وظيفة القفص الصدري إيه؟ له وظيفتين، نمرة واحد يحمي ما بداخله، يحمي القلب والرئتين. طب الوظيفة الثانية؟ يساعد في التنفس بالشهيق والزفير. دي وظيفة مين؟ القفص الصدري. كده التلات عناصر بتوع الهيكل مين؟ المحوري. نيجي مع بعض للهيكل الطرفي. طرفي يبقى أطراف، درعين من فوق ورجلين من تحت، الطرفان العلويان وعظام الكتف، الطرفان السفليان وعظام الحوض. طب تعالوا ناخد مكونات كل طرف. الطرفان العلويان اللي هم الذراعان، بيتكون كل ذراع من ايه؟ من 3 أجزاء: مفرد، مثنى، جمع. ترجم يا مستر حامد. مفرد عظمة واحدة من هنا لهنا اسمها عظمة العضد. طب من هنا لهنا عظمتا
الساعد. طب اللي في الإيد عظام اليد، مفرد ومثنى وجمع، عظمة العضد، عظمة الساعد وعظام اليد، دول فين؟ الطرفان العلويان، زيهم في الطرفان السفليان، مفرد ومثنى وجمع، عظمة الفخذ، عظمة الساق مثنى، عظام القدم. طب ده بالنسبة للمكونات. نيجي للوظيفة، ربنا خلق لنا ذراعين، فايدتهم ايه؟ فايدة الطرفان العلويان تناول الطعام والشراب والكتابة والإمساك بالأشياء. طب وظيفة الطرفان السفليان بنعمل ايه بالرجلين؟ وظيفة الطرفان السفليان المشي والوقوف والجري والجلوس وكمان حمل باقي أجزاء الجسم. طب كده اتكلمنا عن مين؟ الوظيفة في الطرفي وفي المحوري. نيجي لآخر عضو، المفاصل. عبارة عن ايه المفاصل؟ عظمة وعظمة. طب ايه وسيلة الاتصال بينهم؟ المفصل، زي المفصلات بتاع الباب اللي بتسمح بحركته للأمام وللخلف. طب تعريف المفاصل هي ايه؟ المفاصل لها مفهومين، أماكن تقابل العظام. طب المفهوم الثاني، موضع اتصال طرفي عظمتين. طب وظيفة المفاصل، لولاها ما كناش اتحركنا، تسمح بالحركة فيما بين العظام. طب لها أنواع؟ أيوة ثلاث أنواع. النوع الأول مفاصل عديمة الحركة ثابتة. طب المثال، الجمجمة مفاصلها لا تتحرك. طب النوع الثاني، مفاصل محدودة الحركة. طب تعرفها؟ هي مفاصل تسمح بالحركة في اتجاه واحد. ادي مثال، مفصل الكوع في الذراع يا القدام يا الورا اتجاه واحد، مفصل الركبة في الرجل يا الأمام يا للخلف. طب النوع الثالث، مفاصل واسعة الحركة، مفهومها هي مفاصل تسمح بالحركة في جميع الاتجاهات، زي مفصل مين؟ الكتف والمعصم والفخذ والرزغ. اللي أنا قلته ده هو ده المقرر علينا، أما الجهاز العضلي وطريقة الحفاظ على الجهاز بصفة عامة مش مقررة السنة دي. يا رب تكون الحلقة جميلة وسهلة، ومن أجمل الدروس درس الجهاز الحركي. هتشوف حاجات جميلة في المونتاج، اتفرج على الحلقة وذاكر منها، وهينزل ورق على المقرر، ورقتين للجهاز الحركي، هم دول بس اللي تذاكرهم. اتفرج وشير الحلقة عشان الكل يستفيد. بنتمنى لكم كل توفيق وكل نجاح. تحياتي مستر حامد البيومي.